أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أنه لا مساس بمكافآت المواطنين العاملين بمواقع العمل التابعة للوزارة، مؤكداً السعي لإقرار مزايا وبدلات جديدة لتشجيع العنصر الوطني على الالتحاق بالعمل في مواقع مختلفة. بوشهري أوضح أن قرار وقف المكافآت الخاصة يقتصر فقط على الموظفين الجدد بعد أن أصبحت أعداد الموظفين من المواطنين في تلك المواقع تفوق الأعداد المطلوبة.